انت كصحفية قارية المشهد ده ازاي؟ ممكن ان انا اقدم تعزية للزميل وائل الدحلوح واقتبس طبعا كلمة حكاها في عز وجعه ان هما بينتقموا منا بولادنا. واحنا وبالفعل بنتضامن معاكي في تقديم خالص خالص العزاء العزاء لوائل طبعا. ولكل الناس هناك، وخاصة وائل لأنه هو صوت مؤثر وصوت عرف ناس كتير في الغرب وفي العالم ايه هي القضية الفلسطينية. بالنسبة لموضوع الإعلام والتغطيات الإعلامية، إحنا عندنا صحفيين كتير في جوة غزة وإلهم كمراسلين لقنوات عربية وأجنبية، هم بيقوموا على الرسالة، بيوصلوا الرسالة تبعتهم بالشكل المطلوب إن هم يوصلوها، بيعملوا بعض الفيديوهات اللي بيبثوها عن طريق السوشيال ميديا كمان ليعرفوا العالم إيش اللي بيصير وتوابع اللي بيصير بالضبط. لو هنلاحظ ليلة امبارح الضرب اللي صار هم تعمدوا يعملوه في غياب الإعلام، طبعا عشان كده دايما عدم النت، كل ضرباتهم بتصير بالليل لحتى جدا ما حدا يعرف الضرب لا حدا عشان ما وين ولا توثقيش قوته الجرائم عامله بتاعتنا. ازاي. عشان ما تتوثقش. بالضبط، انتوا شفتوا كل حوالي 10 15 ثانية كان في اكتر من ضربة ورا بعض، يعني في ما يقارب ال 53 مجزرة تمت امبارح 53 مجزرة. تمت امبارح بدون علم أي حدا. ما يفوق ال 16,000 منزل تم تدميره. 16,000 منزل، تم تدميره. هذا دي طبعا غير إبادة، ال إبادة والناس علنية. فيها. بالظبط، ده يا طبعا ربي في لما تطهير تطهر السوق. عرقي، تطهير وإبادة واستحالة للشعب إن الفلسطيني. قبل ما نطلع معاكم على الهواء طلع على الجيش الإسرائيلي يقول تاني لازم تسيبوا تخلوا شمال قطاع غزة ومدينة يعني غزة الورقة تاني اللي كانت دلوقتي. بتتوزع امبارح عليهم بيقولوا روحوا الجنوب للأردن، اطلعوا على لا، الأردن، دي هذه خاصة حقيقية؟ بالضفة، هل هي دي خاصة حقيقية بالضفة. لا هلا لا، الفكرة كلها الأردن إنه هو بإيدي. الجيش الإسرائيلي بيحاول إنه يعني يفضي منطقة الشمال بشكل كبير لحتى يعرف يدخل بعملياته البرية جوات قطاع غزة. حكى إنه للناس إنه يطلعوا على الشمال، وشفنا لما طلعوا على الشمال وقال الجنوب لهم إنه طريق صلاح ضربوهم الدين الجنوب مأمن وتمام وتم قصفوهم ضربهم، وكانوا أغلبهم من النساء والأطفال. الأطفال، وطبعا شفنا كل هالمشاهد الصعبة هاي. امبارح هم ما دخلوا غير كم من كيلو، ما دخلوا بالظبط، كتير، هما مش بس فكرة الضرب نفسها كانوا بيضربوها من اللي هو عايز غل. يكسب موقف. ما ننسى انه كان في امبارح مؤتمر والمفروض انه هو امروا فيه انه يتوقف الضرب ويكون في هدنة إنسانية. هم مجلس الأمن بيتعمدوا دايما انه كل ما يتقال انه في هدنه ان هم يضربوا اكتر. كيف اللي ممكن اسدد؟ هم بيضربوا عرض الحائط بأي مطالب عالمية بالظبط، وكأنه ولا أي منظمة هم ليها اصلا مش قيمة. مهتمين باي قرارات دوليه، وما حدا قادر ان هم ياخذ منهم موقف او يملي عليهم موقف او يامرهم ان هم لانه العالم بالتوقيف. معهم، تمام، الغرب انت معهم. عندك كل الدول الغربيه واولهم امريكا هي متجهة لصفها. أول ما رفع سماعة تليفون قالوا على طول عليه على طول بعت البوارج تبعته والأسلحة والطيران، وكأنه هاي القطعة اللي هي 365 كيلو متر مربع هي بتعمل أزمة لإلهم. للعالم. طب لأنا عايز أسألك ليالي، المرة دي في قضية غزة وضرب غزة احنا لاحظنا ان بسبب السوشيال ميديا اللي هم عاملين عليها تعتيم، الا ان برضو قدرنا ان احنا نوصل صوتنا للعالم الخارجي لدرجة ان في فعلا شباب امريكان وانجليز ويهود ابتدوا فعلا ابتدوا يتكلموا بنفس لغتنا. هل ده انتصار لينا ولا وتعمل ازاي من وجهة نظرك؟ انا بس بدي اعقب بس على زميلة، أنا بدي أقول إنه الستات الفلسطينيات مش عايزين يتركوا غزة، هذا لازم كل الناس تكون عارفة. صدقيني حماد أخوي زي ما العروسة ماتت وقالت الجنة أقرب من التهجير، قالت له أرجوك والله على التليفون، قالت له أرجوك قول للمصريين، هي ست كبيرة كتير يعني ما بتقدرش تمشي، قالت له أرجوك قول للمصريين ما يخلونا ندخل، نحن بدنا نموت في بيوتنا، بدنا نموت في أرضنا. فبدي أقول لكم إنه الشعب الفلسطيني مش عايز
الا يموت في وطنه، بده ارضه، ولكن من حقه انه يعيش ان شاء الله يعيش في مش أرضه. يموت من حقه يعيش في ارضه. هاي رساله لكل الناس هناك في غزه، انه احنا مش عايزين اكل ولا محتاجين لشرب، احنا محتاجين توقفوا الحرب. رساله اطفالنا دايما اللي هو بيحلم انه يصحى الصبح ما بيسمعش صوت الصواريخ، ما يصحاش على صوت على صوت صراخ لامه ولا اخ من الاخوات ولا وفاه امه ولا انه انت شفت المشاهد كيف الطفل عايزه تشوف ولادها بتكبر بتحقق احلامها، العيال دي عايزه تكبر، عايزه تبني وطن. شفت فيديو لشاب لولد فلسطيني صغير بيساله قال له انت نفسك بتحلم ايه لما تكبر؟ قال لك في فلسطين احنا ما بنكبرش ما بتكبرش لان هم بيستشهدوا قبل ما يكبروا.